السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 27/8/2022 في الجولة الأولى من الدوري السعودي. الختام كان اليوم متابعيني الكرام السبت 27/8/2022. الفتح خسر من التعاون 0-2. أحرز هدفي التعاون ليندر توامبا في الدقيقة الثالثة من وقت الضعف في الشوط الأول، وفهد الرشيدي في الدقيقة 57. أبها فاز على الرائد 2-1. أحرز هدفي أبها عبد الفتاح آدم في الدقيقة 51، وسعد بكر في الدقيقة 60. هدف الرائد عن طريق محمد سالم في الدقيقة 34. النصر فاز على الوحدة 1-0. أحرز الهدف فينسنت أبو بكر في الدقيقة الثالثة. بالنسبة للمباريات السابقة في الجولة الأولى، الجولة بدأت يوم الخميس 28/5/2022. الفيحاء خسر من دمك 0-1. الخليج خسر من الهلال 0-2. يوم الجمعة 26/8/2022 الاتفاق خسر من الطائي 1-2، والعدالة خسر من الاتحاد 0-3، والشباب فاز على الباطن 3-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى. متصدر الدوري حاليا في المركز الأول نادي الاتحاد بثلاث نقاط. الشباب المتصدر أيضا في المركز الأول بثلاث نقاط. التعاون المركز الثالث بثلاث نقاط. الهلال المركز الثالث مكرر بثلاث نقاط. أبها المركز الخامس بثلاث نقاط. الطائي المركز الخامس أيضا بثلاث نقاط. ضمك المركز السابع بثلاث نقاط، والنصر المركز السابع مكرر بثلاث نقاط. الرائد المركز التاسع بدون نقاط. الاتفاق المركز التاسع مكرر بدون نقاط. الوحدة المركز 11 بدون نقاط. الفيحاء المركز 11 مكرر بدون نقاط. الخليج المركز 13 بدون نقاط. والفتح المركز 13 مكرر بدون نقاط. والباطن المركز 15 بدون نقاط. وكذلك العدالة المركز 15 مكرر بدون نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين اللاعب عبد الفتاح ادم، او كلهم عندهم هدف واحد. عبد الفتاح ادم لاعب ابها، واحمد شراحيلي لاعب الاتحاد، كارلوس ابريلو لاعب الشباب، دماغوج لاعب دمك، فهد الرشيد لاعب التعاون، غيمة بنزة لاعب الطائي، حمدان الشمراني لاعب الاتحاد، هارون كامر لاعب الاتحاد، لينتر توامب لاعب التعاون، محمد الكويكيبي لاعب الاتفاق، موسى مريجا لاعب الهلال، محمد سالم لاعب الرائد، اودين اغالو لاعب الهلال، سعد بقير لاعب ابها، سانتي مينا لاعب الشباب، فينسنت ابو بكر لاعب النصر، ارومو بنزة لاعب الشباب، محمد القنيعان لاعب الطائي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.